السلام عليكم، انا محمد حموده. هنتكلم النهارده عن مشكله قابلتني انا شخصيا، وهي ازاي اظبط الفوكس بتاع الكاميرا عليا لو مفيش حد بيصورني. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر التنبيهات. اغلب اليوتيوبر بيبقى عندهم مشكله ان هم بيصوروا نفسهم، فبالتالي عنده مشكله ازاي يظبط الفوكس. فانت قدامك حل من الاثنين، يا اما بتخلي حد يصورك فبيظبط لك الفوكس عليك، يا اما بتقعد تلف حوالين نفسك لحد ما تظبط الصوره، يا اما بتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده كان اول تجربه ليا ان انا اصور نفسي وكان الاوتو فوكس بالشكل ده، وبالتالي بتلاقي تعليقات زي اللي قدامكم دي. النهارده وانا بدور على ازاي اصور نفسي بنفسي، لقيت الاختراع او لقيت ابلكيشن يعتبر مهم جدا ليا، وهو ازاي اظبط الاوتو فوكس على نفسي من غير مساعده اي حد. هشرح لكم النهارده الطريقه بمنتهى البساطه وهوريها لكم عملي. اول حاجه بنعمل داونلود الابلكيشن سواء على اندرويد او الاي او اس، وهسيب لكم رابط الابلكيشن في الديسكريبشن تحت او في صندوق الوصف. بمنتهى البساطه بتجيب اي حاجه تحطها مكانك بنفس طولك وتبدا تعلق عليها الموبايل بتاعك وتشغل الابلكيشن، فبالتالي الصوره هتبقى ظاهره قدامك كان انت شخص، وتظبط المكان الموبايل كانه مكان دماغك بالظبط عشان يبدا يظهر الملامح بشكل قويه، وتبدا تظبط عدسه الكاميرا علشان الفوكس بتاعك. خلينا نشوف ازاي بنعملها مع بعض دلوقتي. زي ما احنا شايفين في الفيديو شغلت الابلكيشن وعلقته على ستاند اضاءه عادي، وبدات كاني انا اللي واقف مكانه، وبدات اظبط بحيث الصوره تبقى كويسه، الفوكس مظبوط، كل حاجه. بشيل الستاند وببدا اقف مكانه علشان اخد وضعيه الكلام، وبالتالي حليت المشكله اللي كانت بتقابل اغلب اليوتيوبرز واغلب الناس اللي بتصور نفسها علشان تقدم محتوى. دلوقتي انا مش محتاج حد يجي يصورني، انا بصور اي وقت، مش لازم حد معايا، صور الصبح بالليل في اي مكان. فبالتالي خلاص مشكله الاوتو فوكس انتهت، مشكله ان اظبط الفوكس عليا وانا شغال انتهت. اشوفكم في الفيديوهات الجايه، بس قبل ما ننهي الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر التنبيهات. شكرا ليكم.